هناك كمان في ممكن يكون 5000 دينار عن كل ضمانات وموثقة وبزوده حسب الموضوع المالي يعني وممكن استقطاب افراد 20000 دينار عندكم مثلا. اذا احنا بده يرد عليها يعني نعطيه. انا فهمت من المجلس من الاكراد الصغير. يأتي هذا الاجتماع تباعا للاجتماع الذي عقد في الأسبوع الماضي لمناقشة مسودة نظام العمل واستكمال تشكيل اللجان، حيث أننا بصدد تشكيل لجنة لصياغة النظام بإطاره الأخير، وسوف نبدأ العمل في هذا المجال بأقرب وقت ممكن إن شاء الله.